الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بيبقى عندهم أكيد كتير من المشاكل، مش بس هم شخصيا لكن أيضا أهلهم والمتعاملين معهم، وبيكون في طريقة معينة للتعامل مع هذه المشاكل ممكن ما تبقاش مشاكل بعد شوية إذا تم وصح التعامل معها. والنهاردة هنتكلم عن مشاكل الكلام عند الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. هيكون النهاردة معانا الأستاذة رانيا سيد، الدكتورة رانيا سيد مراد، أخصائية تخاطب ونطق وكلام. صباح الخير يا فندم. صباح النور. أولا عايزين نعرف مبدئيا كده، هو من هم ذوي الاحتياجات الخاصة مبدئيا؟ تمام. ذوي الاحتياجات الخاصة كتير قوي، منهم مثلا المكفوفين، منهم الصم والبكم، منهم المتخلفين عقليا والمتأخرين عقليا اللي هو المنتال تراديشن، ومنهم كمان فئة الاوتيزم. لو بقينا نسمع دلوقتي خلاص كل حاجة اوتيزم التوحد، وفي فئة الداون اللي هم تحس شكلهم شوية جابانيز كده اللي هم عينيهم مسحوبة شوية بنقول عليهم المنغول. الفئات دي كلها ذوي احتياجات خاصة. أضاف للفئات دي كمان فئة العباقرة او اللي عندهم اللي هم الجينيوس اللي هم عندهم ذكاء خارق، لا ان هم كمان دول ذوي احتياجات خاصه. بس يعني ايه ذوي احتياجات خاصه؟ كل الناس دي عندها قدرات وامكانيات معينه باختلاف المستوى بقى، قدراتهم العقليه ضعيفه اكتر واكتر وهكذا، وبالتالي فذوي الاحتياجات الخاصه لما اتحط معاها فئه العباقره كان برضو ان هم عندهم رغبات واحتياجات وفئه ذكائهم بتكون عاليه جدا فوق المستوى. وعشان كده انت لو تسمع مثلا ان هو في واحد اخذ دكتوراه وعنده 8 سنين، طب ده ازاي؟ ليه؟ لان هو واحد جينيوس والمفروض ما كانش يتحط في مدارس عاديه لان هو بيسبقهم بكتير. عارف انت اللي يقول لك الشطار ما اعرفش قدام ولا ورا، حاجات كده الناس يحطوهم قدام ورا عشان يتعادوا مع بعض وحاجات كده. لا طبعا، المفروض المدارس لما بتلاقي نسبه الذكاء عاليه، احنا مش كل واحد دلوقتي هنعمل نسبه الذكاء بالذات في المدارس الحكومه، طبعا مش هقدر ان انا اقول لهم كل واحد يدخل يعني اعملوا له اي كيو تيست اختبار الذكاء ده عشان اعرف قدراته. بس المدرسه المفروض انها بتكون لماحه، تعرف ان الطفل ده موهوب في حاجات كتير، لماح عنده يعني حاجات كتير المفروض تعرفها، انها تقول لا لازم يكون في كلاس في المدرسه، في فصل في المدرسه مخصص. زي ما دلوقتي في فصول لصعوبات التعلم، في حاجات اللي هي صعوبات التعلم دي بيكون واحد طبيعي، واحد نورمال يعني مش ذوي احتياجات خاصه طبيعي، لكن عنده مشكلات وصعوبات في التعلم. تمام. في حاجات بقى اسمها ديسليكسيا وحاجات كتير من صعوبات التعلم كتيره، تمام، صعوبات في القراءة، صعوبات في الكتابة، ديسجرافيا والحاجات دي كلها. هاي. دول عاملين لهم فصول، وفي مدارس كتير جدا محطوط فيها مدرسة طبيعية وفصل منهم بس محطوط لصعوبات التعلم، علشان الطفل ده ما يحسش انه مختلف عن باقي اصحابه من الطبيعيين، او ما حدش يقول له ايه ده انت في مدرسة سوري يعني متخلفين. دايما الناس بتحس بالحكاية دي. طيب دول ذوي مشاكل الاحتياجات بقى، الخاصة. مشاكل بقى الكلام والنطق في هذه الفئة، تمام. بتبتدي من أي سن وتبقى ظاهرها إيه؟ اوكي تمام. كل دول طبعا بيبقى مختلف نسبيا. امتى مثلا بيجي السم والبكم بيكون اعرف ايه المشكلات الكلاميه؟ اولا بالنسبه لفئه مثلا السم والبكم هقول لك بشكل سريع كل الفئات، بس مثلا فئه السم والبكم دي اول حاجه الطفل مثلا لما بتيجي وهو نونه صغير خالص، اول حاجه بتعمل له ازاي؟ بتقعد تعمل له بايدك كده علشان يبص بعينيه، ده تواصل، التواصل اللي بالعيون ده. تمام. لو انا حسيت ان انا بنادي عليه وما بصش وما التفتش يبقى انا اخاف شويه. تمام. يعني من وانا من بيبي وهو صغير لازم اخد بالي من حاسه السمع، لان حاسه السمع دي هي اللي هتخليه يكتسب الكلمات ويكون حصيله لغويه، يبقى عنده ثروه لغويه يقدر بعد كده يدهني من كلمات وينطقها في الوقت المناسب اللي هو القدر ان هو ينطقها. واحده مثلا جايه بعد سنتين بتقول انا اكتشفت انه ما بيسمع، سنتين وجايه اكتشفت انه ما بيسمعش ازاي؟ يعني فينك انت من وهو بيبي صغير خالص وانت عماله تنادي عليه وما بيردش عليكي وانت شايفاه انه ما بيتكلمش؟ فلازم طبعا الاكتشاف المبكر اول حاجه من وهو صغير، من 6 شهور 7 شهور ماكسيموم. المتابعه عند دكتور الاطفال ده مهم جدا علشان ما نوصلش بقى المرحله دي. يحط ايه بيديله علاجات، فيه ممكن سماعات يعني حسب فئه، بدل مثلا اخد سماعه تبقى صعبه على، شفت انت النضاره، في طفل ياخد نظاره مثلا اللي هي صعبه قوي كده للنظر وتشوفها حتى كده من الجنب دي كده انها نظره ضعيف قوي، ليه؟ عشان استنينا وقت طويل مثلا، ممكن يكون كده. هي نفس القصه، لازم شاف اخد بالي مبكر زي اي مرض في الدنيا، يعني زي اي مرض في الدنيا. فالام هي اكتر حد بيحس بالنقطه دي وطبعا اللي حواليها. بس انا لفت نظري حضرتك قلتي ان هو ما فيش يعني استجابه يعني سمعيه، سمعية.
طب ايه علاقه ده بالكلام؟ ما انا بقول لك ما هو لازم طبعا الكلام عشان يسمع عشان يتكلم بالظبط كده. انا هسمع انت دلوقتي ممكن ما تجمعش حاجه زي كده. انت دلوقتي هتكلمني او هرد عليك ازاي وانا مش سامعاك؟ مش هرد عليك، هفضل ساكته. يبقى انا ما استجبتش. ممكن يقول لك لا ده حبيبي هادي، ده هي اخو رغاي، حاجات كده يعني. بجد الواحد ما بيبقاش مركز يعني. ما هو بالظبط، ما انا بقول لك لا نركز بقى، ناخد بالنا كويس جدا ان من وهو صغير خالص 6 شهور لازم يبدا يبتدي يتفاعل. امتى لازم يتفاعل؟ يعني ماكسيمم 6 شهور بيتفاعل اصلا من هو 4 شهور. بالظبط. انت بقول لك مجرد ان انت بتعمل له كده بيجي بيبص لك. ممكن واحد يقول لي اصل هو بيبص للحركه بعينيه لحركه ايدي. لا، انا لما باجي اقول مثلا انادي على اي حاجه، اي خضه يقوم مخضوض مثلا كده لما بيسمع صوت من بره الاوضه، بيعيط مثلا في صريخ، صوت خناق مثلا، صوت باب اتخبط مثلا، جابت في حاجات كتير بتدل على ده. حسيتي خالص بقى، شكيتي، تعملي ايه؟ اطلعي بره الباب، اطلعي بره الاوضه خالص يعني، وورا الباب نادي على ابنك. شوفي، لانه ممكن في طفل صم البكم، لو كان هو صم البكم ممكن يكون بيقرا الشفاه، اتعود على قراءه الشفاه وانا بتكلم يفهم انا بقول ايه من حركات شفايفي. تمام، ودي لغه اللي هي قراءه الشفاه. تمام، فانا لازم اجي ورا الباب وابتدي اتكلم معاك. اتفضل. بس لا، حاسس ان كلام يعني ان ده ممكن مش بس يبقى على ذوي الاحتياجات الخاصه، ده ممكن يكون على اي طفل. بالظبط كده. اللي ممكن يكون على اي طفل، ما هو هيبقى ذوي احتياجات خاصه. يعني بص حضرتك، ممكن يكون نورمال اهو، احنا دلوقتي فاكرين نورمال، وهو الاذن عنده فيها مشكله سمعت، اللي هو كان بقى صم وبكم مثلا، لو عنده مشكله في السمع بس، في سمع بس وفي صم وبكم، ما بيتكلمش بقى ده خالص. تمام، اكتشف من الاول، اكتشف علشان اشوف هعمل ايه. في ناس مثلا دلوقتي بقت انا شايفاها بقت موضه، حته انه يقول لك انا هعمل كوكلير امبلانت، اللي هي ازرع قوقعه. القوقعه دي اللي هي بتبقى خلف الاذن هنا على طول، انت لو حطيت ايدك ورا ودنك كده مباشره هتلاقي حاجه وارمه شويه كده، حاجه طالعه، هي دي القوقعه. انا ليه اوصل القوقعه دي؟ بتوصل للعصب السمعي على طول على المخ عشان يسمع. طب انا ممكن لو كانت المشكلات بسيطه اروح لكذا دكتور سمعيات عشان يقول لي ابني في اي مرحله من المراحل السمعيه. علشان كل ده ايه؟ كل ده بنتكلم عشان ايه؟ عشان يتكلم. عشان يسمعني وبالتالي يتكلم. تمام، ده بالنسبه للصم والبكم. فبتبقى فئاته ودرجاته دلوقتي زي ما كنت اتكلمت حتى في اخر مره، لما بقول ان الصم والبكم دلوقتي بقى نعمل لهم تدريبات اللي هي الفيرب تونال او اللفظ المنغم، بنخليهم يتكلموا عن طريق الاهتزازات الصوتيه. دي موضوع طويل قوي وبياخد مجهود كبير من المتخصص ومن الطفل نفسه والاهل طبعا، لازم المتابعه، ودي طبعا حاجه مهمه. طيب بالنسبه للتخلف العقلي مثلا، عندك في المتخلفين عقليا خلاص هو ربنا يعني اراد ان الطفل ده يطلع طفل تخلف عقلي، هعمل ايه؟ اقعده في البيت واحبسه؟ يعني ده اغلب الناس للاسف الشديد بتعمل كده، تحبسه، بتتكسف منه، ما بتطلعوش، ما بتخرجوش. نسبه يعني الجزء اللي هو حاسس بالحرمان بيزيد قوي، نسبه انه عدم تفاعله وعدم الاكشن والرياكشن بينه وبين الناس دي مش موجوده، فهيحس بحاجات كتير ومستواه بيبتدي يقل كتير جدا. لازم اوديه لمراكز متخصصه لذوي الاحتياجات الخاصه، هما هيتعاملوا معاه ويتفاعلوا معاه. في اخصائي التخاطب جوه المركز ده مثلا، في اخصائي العلاج الطبيعي اذا كان محتاج علاج طبيعي، في مدرسين لذوي الاحتياجات الخاصه. طب ابتدي ده غير متاح لاي سبب مثلا لبعد المكان، لو احنا مثلا بنتكلم على حد في الارياف، لو حد ما عندوش امكانيات اصلا اقتصاديه ان هو يودي في مركز احتياجات خاصه، ايه اللي احنا ممكن نعمله بالاقل الامكانيات؟ يعني احنا دلوقتي بنتكلم كل الطبقات. تمام، في كل الطبقات، كل الكلاس. طيب اولا رقم واحد، الحكومه عامله حاجات كتير جدا تقريبا مجانيه لذوي الاحتياجات الخاصه. تمام، نوديك زي ايه؟ لو في اماكن بتبقى اماكن لجمعيات تاهيليه، اسمها جمعيه تاهيليه، جمعيه المتخلفين عن اضطرابات العقليه. احنا عايزين يعني ان شاء الله المره الجايه يعني يا دكتور يا ريت حضرتك مثلا تجيب لنا لسته الجمعيات ديت مثلا. تمام، اوكي، نحطها عندنا على الفيسبوك جروب، ونحطها على التويتر، وغير بقى الفيسبوك جروب على الفقره يعني. بالزبط. هنقول واحنا في الفقره هنوري الجمعيه الفلانيه، المنطقه الفلانيه، البلد. هل ده على مستوى محافظات مصر كلها؟ اكيد طبعا. طيب. اكيد، بس طبعا اكيد في المحافظات الكبيره المركزيه، ما زي بالظبط، ما بتكونش زي القرى او الحاجات دي او الاماكن دي. تمام. وبرضه ما تنساش ان للاسف الاهتمام داخل المكان، هي المشكله مش في المكان، صح، المشكله في الحاجات اللي جوه المكان، زي كل حاجه بنعاني منها يعني. زي يعني فاهم، لازم يكون في اهتمام. وبعدين نقطه ثانيه برضه انا لاحظتها، انا لما بلاقي اماكن بتكون اللي هي مش اماكن خاصه، بتكون اماكن دي
دي. الام بتروح ترمي الطفل عشان تروح تشتغل وترجع تاني تاخده، مش حضانه علشان بالظبط كده، عشان يروحوا. ما هو التخلف العقلي ده مثلا بيبقى في ناس غير قادرين يدخلوا على التويليت مثلا تمام. عشان يغيروا له البامبرز، عشان ياكلوه، بس هم ده السبب. لكن مش خاطر يتطور حالته، او مهارات ادراكيه، وفي تدريبات للتركيز، وفي تدريبات تخاطبيه لجلسات التخاطب، وفي تدريبات كتير جدا بتتعمل هي اللي بتخلي في اطفال كتير جدا من اطفال ذوي الاحتياجات الخاصه بيدخلوا مسابقات كتير دوليه. ازاي؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ علشان في حد اهتم بالاطفال دي وخلاهم ان هم يقدروا يتفاعلوا ويندمجوا، الاندماج بقى يندمج مع الاطفال الطبيعيين. الطفل ذوي الاحتياجات الخاصه اهم حاجه لنفسيته ولقدراته ان انا احسنها ان انا دايما ادمجه مع طفل تاني طبيعي. يعني انا برفض تماما برضو المراكز اللي انا لما بدخلها وخلاص واعتمدت لو مركز حتى وخاص وناس عندها قدرات ماليه ان انا ادخلها في دي، اوديه المركز وارجع ادخله احبسه في البيت، ما ينفعش. لازم اخرج خلاص، ربنا شاء ان هو الطفل ذوي احتياجات خاصه اعمل ايه يعني؟ ما ينفعش احبسه. في ناس كتير للاسف تيجي تقول لك للمدرسين ذوي احتياجات خاصه، طب معلش ممكن تجي له البيت؟ طب ممكن يكون عشان عنده مشكله مثلا في رجله او كده. لا، ده هي مكسوفه منه. يعني بص، ثقافه بقى، وبيبقوا مثقفين، وعلى فكره بيبقوا مثقفين، يعني ما تقولش ان هم، بالعكس ده انا بحس ان المستويات الاقل، الفئات الاقل سواء العقليه او الماديه، دي بتكون بحس ان هم بيتقبلوا الوضع اكتر بكتير من المثقفين. لظروف الحياه القاسيه، فبتضطر مش هينفع تقعد في البيت، فبتضطر تنزل بيه وتروح وتيجي. طب خلينا نرجع تاني لمرجعنا، مشاكل التخاطب او الكلام. انت قلتي ممكن تبدا من 6 شهور، طيب تمام. ايه تاني اعراضها، وايه تاني الكلام بقى بعد كده، خطوات العلاج اذا كان في تخاطبات دلوقتي. بالنسبه لانا تاكدت ان الطفل ده ذوي احتياجات خاصه، هل اجي اقول للدكتور هو ما بي... هو دلوقتي بقى عنده مثلا 2 أو 3 سنين وما بقاش يتكلم؟ يبقى لازم تتشاف المبكر. ما هو شيء طبيعي ان يقعد 3 سنين وما يتكلمش. تمام. ده شيء طبيعي. ليه؟ لان حالته العقليه، انا بتكلم على التخلف العقلي، لان السم والبكمي لا، في ناس عقليتهم كويسه وعاديه جدا، بس بالظبط طبعا هو السمع بس هي اللي فيها المشكله. طبعا انا بتكلم على التخلف العقلي او التاخر العقلي او الحاجات دي. الامور دي بعمل فيها ايه؟ لازم ابقى فاهمه الام رقم واحد، تبقى فاهمه ان الكلام هيتاخر جدا عن الطفل الطبيعي. ما اجيش اقول لا ده انا 2 و3 سنين يتكلم، لا ده هيتكلم بس يتكلم حسب الاهتمام. انا بقول لك حد مهتم دلوقتي تمام، وبياخد جلسات تخاطب مستمره سواء كان في البيت او كان مع الام، ولازم الام تعمل نفس التدريبات اللي الاخصائي بيقول لها تعملها تكملها في البيت. تمام. لان دايما الام بتحس يعني اي خلاص زي المدرسه زي كورس خلص هروح بقى البيت خلاص. لا طبعا، انا دايما اقول هي المهم هو البيت. بالزبط. لان الطفل بيقعد طول اليوم في البيت، بيقعد كام ساعه بس في السيشن او السنتر اللي هو بيروح ويرجع تاني في البيت. والتفاعل بين الام والاب ولو كان في طفل تاني مثلا بيكون برده في البيت غير المدرسه، مختلف تماما. فانا لازم ابقى عارفه اني مثلا ايه، لو هيكون 3 سنين، لو واحده مثلا فضلت نايمه كده لغايه اما فاقت وحست ان ابنها عنده مشكله وعرفت بعد كده ان هو عنده تخلف عقلي، لازم تبقى على يقين ان الكلام عنده ابدا 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 مش هيكون بيتكلم زي ما انا بتكلم كده بفلونسي. ده صعب جدا، صعب جدا انه يتكلم كده. ممكن اذا كان بيتكلم كلمات، ممكن تلاقي الجمله مثلا من كلمتين والكلمات نفسها، مثلا لو عايز مثلا مي اشرب مي مثلا، الكلمتين نفسها مش هتلاقيهم بيقول لك اشرب مي، لا مثلا يشد في كلامه اشرب ايا مثلا، يتكلم بالاسلوب ده، تحس ان هو بيعمل اوميشن او حذف في بعض الاصوات او بعض الحروف او سبستيوشن، يبدل حرف بحرف، ده مش مشكله. بس انا يهمني انه يفهم اللي قدامه هو عايز ايه بالظبط، ويبقى متلقي ايضا بالظبط يعني كده، يتلقي يتلقى بالزبط. ويرسل. برافو عليك. انت عارف النقطه دي بقى حاجه في الف ب تخاطب، في حاجه اسمها لغه استقباليه ولغه تعبيريه. انت بتقولي يبقى الاستقبال اللي هو ايه؟ اللي هو يفهم وينفذ الاوامر، يفهم ان انت بتديني امر دلوقتي، يفهم انا بقول ايه وينفذ الامر ده. يعني هات لي القلم ده، يجيب القلم لسه شوف بقى بيحرك نفسه لغايه ما يوصل بالظبط ويمسك ويجيب لي القلم واديني القلم. ده كده بقى امر مركب، ان هات القلم وادهوني.
تمام، تخيل شوف الصعوبة بتبقى عاملة طبعا ازاي معاهم، ومحتاجة تدريبات كتير طبعا. دي بناء حصيلة لغوية كتير، زائد ان انا لازم اعرفه اجزاء جسمه، دي رقم واحد، دي في اللغة الاستقبالية، معرفة اجزاء الجسم، معرفة الالوان الاساسية على الاقل، معرفة الحاجات اللي حواليه، زي مثلا ده كرسي، دي ترابيزة، دي ثلاجة، ده دولاب، ده سرير، الحاجات اللي بيشوفها باستمرار لازم اعرفه ايه هي، ده مية، ده اكل، دي بطاطس، دي مش هل عارف ايه. شرط ان انا لما